أهلا وسهلا بكم لنتابع دراسة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات البرمجة والإعلاميات. لحد الآن تعرفنا على مفهوم نظم العد ورأينا كيف يمكن أن نمثل عدد موجب سواء كان صحيح أو نسبي في نظام العد الثنائي الثماني والستاشاري وطريقة التحويل بين هذه النظم جميعها. معنى ذلك أنه لا زال أمامنا كي نكمل دورة تمثيل الأعداد، ما زال أمامنا تمثيل الأعداد السالبة وما زال أمامنا العمليات الحسابية. لكن قبل أن ندخل في هذه الدروس التي تدخل ضمن إطار الدروس التقليدية في مجال مبادئ الإعلاميات والبرمجة بصفة خاصة، قبل أن ندخل في هذه الدروس أو نكمل هذه الدروس التقليدية، أعرف أن الكثير منكم يتساءل عن أهمية هذه الأشياء التي نقوم بها. ماذا سيفيدنا أن نعرف تمثيل عدد في النظام الثنائي أو الثماني أو الستعشاري؟ لذلك إضافة إلى هذه الدروس ستكون دروس أخرى ضمن الدورة يمكن أن أصنفها بدروس تحفيزية رغم أنها ضرورية لمن يريد دراسة الإعلاميات. في هذه الدروس سننطلق من الأشياء التي رأيناها في الدروس السابقة وأشياء سنراها أيضا في الدروس المقبلة لنصل لمصطلحات وكلمات نصادفها بكثرة في حياتنا اليومية، وبالتالي سيمكننا أن نفهم تلك الكلمات انطلاقا من الأشياء التي رأيناها ونفهمها بدقة. هذا الدرس سيكون هو أول درس من هذه النوعية وسنتعرف فيه على معنى البيت والبايت. ربما هاتين الكلمتين صادفتموهما بكثرة، إن لم يكن بمعنى البيت والبايت فبمعنى مضاعفاتها ميجا بايت والجيجا بايت فميجا جيجا، فهذه أشياء ربما هذه أشياء تصادفونها دون شك. إذن ما معنى هذه الأشياء هو موضوع هذا الدرس، وأيضا بعض الأشياء التي يجب الاحتياط منها أو الحذر منها حين التعامل مع بعض الشركات التي تقدم خدمات في الإعلاميات. إذن الدرس موجه لمن يهتم بالإعلاميات وأيضا للأشخاص العاديين كي يستفيدوا من بعض الأشياء التي كما قلت يجب الانتباه لها. إذن كعنوان للدرس لدينا كما قلت معنى البيت والبايت. إذن لدينا معنى البيت، إذن سأكتب هناك عنوان معنى بيت وبايت، بالإنجليزية تكتب على هذا الشكل بيت وبايت تكتب على هذا الشكل. كما قلت سنحاول انطلاق من أشياء رأيناها في الدروس السابقة لنصل لهاتين الكلمتين بيت وبايت ونشرحهما. نحن رأينا في الدروس السابقة كيف يمكننا أن نمثل العدد في النظام الثنائي. مثلا حين أخذ العدد العشري خمسة، العدد خمسة، فأعرف أنه يمكنني أن أمثله في النظام العشري على شكل واحد صفر، أو في النظام الثنائي على شكل واحد صفر واحد اثنين. في حين أن العدد 17 مثلا، هذه فقط أمثلة، 17 يمكن أن أمثله على شكل واحد صفر 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 واحد، واحد زائد 16، أشياء رأيناها في الدروس السابقة. لماذا نهتم بالنظام الثنائي؟ السبب هو أن البيانات كيفما كان نوعها سواء كانت ملفات نصية أو صور أو فيديوهات أو أي شيء في الحواسيب تمثل على شكل نظام ثنائي. معنى ذلك أنه أي شيء لديك في الحاسوب يمر بعمليات تحويل إلى أن يصل في النهاية للنظام الثنائي. طريقة التحويل هذه معقدة، نحن سنتعامل مع طريقتين فقط. تعاملنا مع تحويل الأعداد، رأينا كيفية تحويل الأعداد الموجبة، وسنرى أيضا كيفية تحويل النصوص. لدينا نص كيف يمثل داخل الحاسوب. الأشياء الأخرى بالنسبة للصور والفيديوهات نوعا ما معقدة، ليس بالضروري أن نتعامل معها، لكن أن نفهم أن كل شيء يمر بعملية تحويل ليصل في النهاية إلى شكل مجموعة من الأصفار وواحد، أي على شكل النظام الثنائي، وهكذا يخزن داخل الحاسوب سواء على القرص الصلب بوحدات USB أو داخل الذاكرة الحية الرام. معنى ذلك أنه لو تصورنا أو أخذنا جزء من أحد وحدات التخزين، فلو تصورناه على شكل جدول على الشكل التالي، نقول هذا جزء من القرص الصلب أو من الذاكرة الحية مقسم إلى أجزاء، فيمكن أن أقول أن تمثيل العدد خمسة يكون على داخل القرص الصلب في هذا الجزء يكون على الشكل التالي واحد صفر واحد، حيث أنه داخل كل خانة يسمح لي أن أمثل عنصر واحد من عناصر النظام الثنائي. إذن كل خانة هنا تأخذ قيمتين
الصفر أو الواحد، لأن الأعداد التي كما قلت تصلها في النهاية تكون في النظام الثنائي. لذلك هذه الخانة، كل خانة من هذا الجدول نسميها ببيت، نسميها ببيت، وهي اختصار لباينري ديجيت. باينري إذا بيت، بالعربية أيضا نكتب بيت. باينري ديجيت لو كتبت هنا في الأسفل هي نكتب بيت، فكما قلت هي اختصار لباينري ديجيت. نكتب بطريقة أفضل. إذا هنا لدي باينري ديجيت، أي وحدة ثنائية. لما ثنائية؟ لأن الأعداد التي تمثل فيها هي في النظام الثنائي، وبالتالي تأخذ وحدتين إما الصفر أو الواحد. إذا الأعداد في النهاية تمثل داخل القرص الصلب أو أي وحدة تخزين في الحواسيب على شكل واحد وصفر. معنى ذلك أيضا أنه العدد 17 يمكن أن أمثله على شكل واحد صفر 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 واحد. إذا واحد صفر 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 واحد، وهنا لا أهتم بالمكان الذي أمثل فيها الأعداد، هذه أشياء أخرى، فقط بالحجم الذي تأخذه داخل هذا الجدول الذي قلنا أنه جزء من الذاكرة. فحين نتكلم عن الحجم نقول أن العدد 5 يحتاج لثلاثة بت لتمثيله، لأنه هنا لدينا ثلاثة بت، والعدد 17 يحتاج لخمسة بت لتمثيله. لكن ما يقع في الحواسيب هو أن الحجم الذي يعطى أو يحجز لتمثيل عدد ما يكون دائما من قوى العدد 2. السبب يرجع إلى سهولة العثور على تلك الأعداد فيما بعد، وهذا موضوع آخر يدرس في مادة نظم التشغيل ضمن ما يسمى بإدارة الذاكرة. نحن الآن يهمنا أن نعرف معنى البت، قلنا أنه جزء في ذاكرة الحواسيب أيا كان نوعها، ويأخذ القيمة صفر أو واحد. إذا كما قلت الحجم يكون من قوى العدد 2، معنى ذلك أن حتى لو كان العدد 5 هنا يمثل بثلاثة بت، فالنظام أو في الحاسوب سيمثل بحجم من قوى العدد 2، إما 8 16 32 64. لنأخذ أن أو لنقل أنه سيمثل بثمانية بت، معنى ذلك أنه لو قلنا أنه سيمثل في هذه الثمانية بت في الأعلى فسيمثل على هذا الشكل، سنكمل بالأصفار، فيكون هذا الصف في الأعلى هو تمثيل العدد 5 داخل ذاكرة الحاسوب بثمانية بت. حين نتحدث عن هذا الحجم 8 بت فنعطيه اسم بايت. إذا 8 بت هي بايت، يمكن أن أوضحها هنا، لدينا 8 بت في هذا الجدول أو في هذا الصف بالضبط، هذا الصف هنا لدينا 8 بت. إذا 8 بت كما قلت تساوي 1 بايت. بالإنجليزية نطلق عليها اسم بايت على هذا الشكل، أو تكتب على هذا الشكل، ومن يستخدم الفرنسية أو يدرس الإعلاميات بالفرنسية فسيصادف كلمة أوكتي. إذا أوكتي هي بايت، هي 8 بت. معنى ذلك أن هذا الجدول هنا لو أردنا أن نحسب مساحته فسنصل إلى القيم التالية. يمكنكم أن تقولوا الحجم سيكون حجم هذا الجدول أو هذا الجزء من الذاكرة كاملا هنا، فحجمه سأكتبه هنا، الحجم الذي لدينا هنا هو كم؟ لدينا بايت بايت بايت، إذن هنا لدينا 4 بايت. بالنسبة للبايت فنرمز له بحرف ب صغيرة، أي هنا لدينا، أو عفوا حجم البايت نرمز له بحرف ب كبيرة، أي هنا لدينا حرف ب كبيرة 4 بايت. وكم يساوي من بيت؟ يمكن أن تقوم بعد الخانات الموجودة هنا فستجد أنه 4، أو أستخدم 8 بت تساوي 1 بت، أي 4 في 8 بت. بت نرمز له ب صغيرة فأحصل أن الحجم هنا هو 32 بت. إذن 4 بايت هو حجم هذا الجدول أو 32 بت. يجب التفريق أو الانتباه إلى ضرورة التفريق بين
بايت والبيت، حيث أن التشابه في الأسماء بيت والبايت، وأيضا الاختلاف البسيط في الوحدات المستخدمة، بايت بي كبيرة وبي صغيرة نرمز بها للبيت. هذا التشابه يستغل كثيرا من طرف بعض الشركات التي تقدم خدمات خاصة بالإعلاميات. مثلا لو أردت الاشتراك في شركة تقدم مزودة أو تقدم خدمة التزويد بالإنترنت، فيجب أن تنتبه إلى السرعة أو الصبيب الذي تقدمه، هل هو بالبيت أو بالبايت. نأخذ هنا مثال وأوضح لكم لما يجب الانتباه. هنا مثلا لدي شركة أو عروض خاصة بشركة، ولاحظ هنا بالنسبة للعروض فسرعة الإنترنت أو ما يسمى بالصبيب فهي مقدمة هنا ببي صغيرة، أي معنى ذلك أنها مقدمة بالبيت، هنا 0.5 إلى 1 ميجا بيت في الثانية بالنسبة للتحميل، و 384 كيلو بيت في الثانية، وهنا عروض أخرى. إذن هنا الأرقام أو السرعة مقدمة بميجا بيت، ضروري الانتباه إلى أن بيت صغيرة، في حين أن الأحجام أو أحجام الملفات التي مقدمة هنا مقدمة ببي كبيرة، مثلا هنا 50 ميجا بايت. إذن يجب الانتباه خصوصا إذا كنت تريد مقارنة عروض شركة مع شركة أخرى، فيجب أن تنتبه إلى أن الوحدات المستخدمة هي فعلا من مضاعفات البيت أو مضاعفات البايت على حسب الشركة. شركة غالبا تستخدم مضاعفات البيت لأن القيم تكون كبيرة، وبالتالي يكون لها جذب أكبر بالنسبة للمستخدمين العاديين الذين لا يفرقون بين البايت والبيت. لما قلت في الأول أن المعلومات أو البيانات كيفما كان نوعها تخزن على شكل صفر وواحد، حيث أنه لو أخذنا مثال ملف، نأخذ هذا الملف مثلا ملف نصي، فلو دخلنا لحجمه سنجد هنا حجم 13 بايت. معنى ذلك أنه يمكنك أن تتصور تمثيل ذلك أو محتوى ذلك الملف داخل القرص الصلب على شكل جدول مكون من 13 بايت، أي هنا لدينا 4 بايت، يعني تكمل هنا 9 بايت أخرى، فيكون ذلك هو تمثيل ذاك الملف داخل القرص الصلب. الآن الهدف من هذا الدرس كان هو معرفة معنى البيت والبايت. البيت قلنا وحدة للتخزين تأخذ الصفر أو الواحد، والبايت هو 8 بيت، وضرورة التفريق بين البيت والبايت، حيث البيت نرمز له بي صغيرة والبايت نرمز له بي كبيرة. في دروس قادمة سنواصل هذا النوع من الدروس، أي الدروس التحفيزية التي نرى فيها أن الأشياء التي نتعلمها نصادفها في حياتنا اليومية فعلا، كما رأينا في هذا الدرس انطلاقا من النظام الثنائي وصلنا إلى معنى البيت والبايت. الدرس المقبل سيكون لمضاعفات البيت والبايت، وسندرس فيها أيضا حالة تستغل من طرف الشركات، وهي مثلا حين تشتري قرص صلب يكون حجمه 100 جيجا بايت، تأتي إلى المنزل فستجد أو تجد أن حجمه 93 فقط. سندرس هذه الحالة مع توضيح سبب ذلك. إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله، إلى اللقاء.